أكيد الشيء اللي نشوف به ارتباط بين الله والمسيح نشوفه بمعنى، يعني مثل ما قلنا دائما هو هالصليب هذا اللي يبين كيف هالالتحام بين السماء والأرض يكون في قلب الصليب اللي صلب عليه يسوع، إنه الحب دائما هو مصلوب، ودائما اللي يريد يمشي في طريق الله راح يشوف صعوبات. الإنسان اللي ما عنده مشاكل في هذا الطريق هذا الإنسان ما عنده إيمان. أي واحد مؤمن راح يشوف المشاكل قدامه، لأن الإيمان قضية. لما أنت حياتك كلها مرتبة معناها إيمانك هم مرتب، فهذا مو إيمان، هذه يصيحوها تقوى، تقويات، تدين. اليوم احنا مشكلتنا ده نرجع الى زمن يصحو زمن التدين، هذا الزمن ينفي زمن الايمان. اكو هواية ناس تفكر بانه كثرة الصلوات هي اللي تخلينا مؤمنين اكثر، ما يخالف، بس لازم تشوف فعل كل صلاة في حياتك ايش غيرت من عندك. لما تصلي وتخلص الصلاة وانت بعدك متزاعل ويا اخوك، وانت بعدك نفس اللسان ونفس الافكار، هذه معناها انك انت بدك تعيش في ارض التدين مو ارض الايمان. ولهذا الدين كذبه كبيره ووهم. الايمان هو الحقيقه، الايمان هو اتحادك بالله. التدين يشتغل على العقل، بس الايمان يشتغل على القلب. ولهذا احنا اليوم محتاجين إلى مؤمنين، محتاجين إلى رجال دين قديسين يخلونا نعيش هالأجواء اللي راونا إياها اليوم يوحنا في مقدمته العظيمة، وكأنه نقلنا في زمن علوي عظيم، اللي هو في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند والكلمة هو الله. هالأجواء العلوية اللي تحت بيها رهبة، إذا تفهمها، إذا ما تفهمها راح تنام. الكلام بعيد عن الواقع. اليوم الواقع أنه اللي عنده فلوس يسوى، اللي عنده فلس يسوى فلس، اللي عنده اليوم ممتلكات بتعزيتك أبوك ميت، إذا إجا واحد فقير راح تقدر الغني أنت. وش قد تجي كنيسة وتسمع كرازات، بس غصبا ما عليك تقدر الغني والفقير ما تدير له بال. هذا زمننا طبع علينا، طبع على أفكارنا، طبع على عقولنا، كثير من الممارسات الخاطئة. ولهذا أخوتي وأخواتي اليوم لازم نشوف شلون يسوع يكشف وجه الله. دائما نقرا في انجيل يوحنا، لانه في انجيل يوحنا دائما يسوع يطابق نفسه ويا الاب، وحتى افعال تطابق مع افعال الخلق مال الله. لما يجي وياخذ تراب ويتفل به وبعدين يخليه على عيون الاعمى، وكانه دا يخلقه من جديد، وكانه نشوف في يسوع الله الخلاق الخالق. يسوع يقول من راني راى الاب، وكأنه يرجعنا لزمن نفس الحالة بداية شنو إنجيل يوحنا، بأنه اثنين هم واحد مقابيل الأخ واقفين، الآب والابن والروح القدس هو العلاقة اللي بيناتهم اللي من خلالها خلق العالم. فما هي بس مسألة يسوع مرسل من الآب، وإنما هناك بعد أنطولوجي صحو، بعد وجودي، بأنه بالمسيح يسوع انكشف وجه الله، انعرف الله. أنت اليوم أنت صاحب النفس والجسد والروح، شلون راح تكشف لي يسوع، تكشف لي الله، تكشف لي معنى التجسد من خلال إيمانك، من خلال أفعالك، من خلال علاقاتك؟ هاي كلها
أسئلة موجهة لكل مؤمن ومؤمنة اليوم موجودين، شلون أنا أكشف واقع التجسد؟ شو تعلمت من المسيح؟ يجوز أني دا كذب، يجوز إيماني مو صحيح، يجوز إيماني وفكري، يجوز أني ما أخذ من الطفولة. بس روح اسأل نفسك، وين شغلي أني كمؤمن؟ وين أني أقدر أراوي واقع المسيح في حياتي وحياة الآخرين؟ ولهذا دائما نشتغل على هذا الواقع ونمجد الله. ليش؟ لأنه المسيح يريدنا أن نشتغل من هالجانب. فهسه لحظات صمت، نفكر، نصلي، نتروحن داخليا حتى ننطي مجال للروح القدس يشتغل في حياتنا.